السلام عليكم، صباح الخير عليكم فلاح الإخوان المناضلين، كصبحتوا بخير وعلى خير. بغيت عند بارطاجي معكم معلومات. الحمد لله المعطيات اللي كاينه حتى هذا الصباح راه دخلت 2 مليون للبراج، وبهاد 2 مليون الحمد لله والشكر لله نقدروا نكونوا قد ضمننا الحصه ديال هذا شهر 9 على الاقل. ونطلبوا ربي الرحمه والشتاء في القريب العاجل ان شاء الله لضمان المستقبل ديال الموسم كامل، ولكن في انتظار هذا الشيء، لان هادو معطيات اوليه، في انتظار ان اللجنه هي اللي تقرر، لان هادو معطيات غير جاوني هكا، في انتظار ان اللجنه تقرر. دعواتكم والدعوات والدعوات والدعوات، شكرا لكم.